اسود. يا نهار اسود يا نهار اسود. مش وقت دلوقتي. اسكت بقى يا محبوب. رد يا ام الخير، رد رد رد. يبقى عنده بيت قمر كده ويروح تل شبورة؟ أصلهم بيقولوا جنة من غير ناس ما تنداس. طب قولي لي بقى ايه المفاجأة؟ ايه يا محجوب في ايه؟ بقول لك ايه، اسمع في التو واللحظة تطلع من عندك. صفية بنت حامد داخلة عليكي. يا نهار اسود يا نهار اسود. بس هتكوني عايزانا ننضف لك البيت كده تحرقي لي المفاجأة؟ بالله؟ لا طبعا بهزر. ادخلي اوضه المكتب. المكتب اللي هو فين؟ هتلاقيه عندك على اليمين. انا دخلت اهو اوضه المكتب، ثواني بس اشوف نور ولا حاجه. اعمل ايه بقى؟ الدرج الاولاني هتلاقي فيه علبة سجاير معدن، افتحيها. باب ساتر. عملت ايه؟ معلش اعمل حاجه. اطلع 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 بسرعه. اوي اشترك في الباقات الشهريه والسنويه بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.